فكره انا كان يعني الموضوع بس لانك عرفت؟ لا بس لانك لا والله والله اني جاي هنا وانا مجهزه لا بس انا تكلمت فيه بس لانك منظم فاحترمك وانت مبدع ايش اللي وصلت الرحم يسلمك. بس شباب وصلت الرحم في واحد لا لا اللي مو انا مو صله الرحم انا بتكلم عن قطيعه الرحم ويوم الجمعه اي انا كان موضوع ارجوك خليك كمله والله طيب انا بس ما حد راح اتطرق الموضوع اللي كان في بالك خلاص بس اجل شوف شوف انت بتتكلم عن عبد الله الحين انت بتتكلم عن الموضوع اللي قاله ولا ولا اللي بشيء خاص في 10 ثواني راح اوصل 800 رساله هادفه يا ابو حمود اسمع لا بس انت بتتكلم فيها على اجتماعك ولا على الموضوع انا اجتماعي مخصص لمواضيعكم كلها بخض ازرف ام مواضيعكم يا اخي تعجبني اسمحوا لي اسمحوا لي يلا يلا عضو عبره صح يا اخي ولا الفله لا لا اسمع عبد الله صله الرحم عضو عبره عبد الله انا عشان ليش عشان ندير الحوار كويس ونستفيد اي انا شو اذا شفت المقصه في اداره الحوار انا امشي يا ابو لا 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 يعني دار الحوار عشان الكل يشارك حلو فهمت قصدي؟ اي الكل شارك انا ودي كل الشباب يشاركون يلا يا سلام نبدا عندك؟ نبدا عندي الموضوع قطيعة الرحم قطيعة الرحم تفضل يا عبد الله يا ربع صلة الرحم فواز الشمري انت وجهك انت وجهك وجه واحد ما شاء الله تبارك الله وجه من وين؟ موضوع جد وجه يعني بسم الله عليك لب قلبك يا عمري يا حياتي انت لا لا تسرق الحياة انا اسمعني يا حبيبي صلة الرحم انت شاطر يوم انك تقطع الصلة بامك وابوك؟ ها؟ شاطر يوم انك تقفل خط بوجه امك وابوك؟ كصفق لك يعني تزاحف بين الشباب يا سرور علمني لا طبعا المنطق هذا صحيح غلط كلنا متفقين على الشيء هذا عمك خالك جدك جدك عمتك روح جميع الذين صلة رحم كلهم انت يا سعد الكلثم وش فلحت فيه في الكم شرب ايش صليت رحمك في الكم شرب صليت رحمي وصلت 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 رحمك في كبش الروم؟ لا ها؟ انت يا وليد جاي البرنامج هذا الشهر تقطع صلت رحمك ليه؟ كله من الاداره هم صح اللي معينا نكلم انا ابغى الاجابه هذه انا لا والله الاداره يخصمون علي انا ما ابي اخذ المركز الاول لا لا بدا يخاف بدا يخاف هم معطيني قالوا كلم نقاط 50 نقطه كلم به انت تكلم انا الان السبب اني ما اكلم لا انا السبب المفروض الحين بعد الاجتماع هذا ها؟ بعد الاجتماع هذا يا سعد الدوسري سعد الدوسري عيالك عندك اثنين توا ما اشتقت لهم يبيك تتكلم عشان يخصم عليك وياخذ الجواب. توهم اشتقت لهم يا ابو محمد؟ مشتاق لهم والله. مشتاق لهم؟ خلص من هنا واطلع كلمهم وتولي تكلم اهاليهم. عاد يقولون اني خلوني اخصم 50 نقطة فدى لهم. عبد الله عبد الله. خلهم يكلمون يا شباب. فوز الشمري. فوز الشمري اهلك جابوا لك هدايا للمنتجع. اهلك جابوا لك هدايا للمنتجع دليل انهم يبغون يوصلون رحمك فيك. اوصلهم صح؟ ايوه. ايوه. اسمعني. اطلع من هنا وكلم. كلمتهم كلم ما كلمته ما شفته الا علمك كلمتهم محسن الشهري لا تكلم انت خارج المنافسه انا ايوه طاح الموضوع معك جوال لا لا دي ما يا زميل خلي خلي صلة الرحم هنا صلة الرحم ها صلة الرحم انا اصفق لك مين اللي مع جوال هنا انا اصفق لك اسمع شو كلوز عليهم اعتذر باخذ الاول يا عيال اعتراف مع جوال اني واصل رحم صح اللي يقطع واصل رحم برضه ما راح توصل مركز الاول عشان الحركه ذي سويتها شنو الله يتوعدهم علي الكلدمي انا اهنيك صحيح انه خصموا عليك 3000 نقطه لكن هذه فداء لامك واهلك وصله رحمك وانت رجل من خيرة الرجال الذين واجهتهم نزل بعدك بعد الرجال اسمع احمد سعود يا هلا طلعت اربع مرات من المنتجع ممكن تعلمني وين رحت واحدة منهم صلة رحم لان ابوي كان صلى الله يشفيه ان شاء الله اتعب انا اصفق لك حسيت اني مسوي انجاز وانا ما ادري اتعب انا اصفق لك تفضل فعلا انجاز المرة الاولى اصلت طلعت ثلاث مرات حلو انجاز واحدة عشان بس عملية الإدارية في المركز عندي وجواز بنتي فيها صلة رحم جواز بنتي ألف مبروك ثانية عشان أبوي الله يطول في عمره صلة رحم الله يطول بعمره ساهل الثالثة تدشين عمن 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 على القرآن ما صلة رحم لا في في صلة صلة مع الله العمل عن مع الله يا رب أنت خير رجال ال لحظة لحظة الذين نضرب بهم هذه مني لك يا عبوي يا بعد قلبي لا 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 يا بعد قلبي ينبض ينبض ينبض
ليش تفلت عليه؟ خربته تفلت عليه انت. شيل المشكله تفلت عليه. لا اكلت منه قطعه. يا بعد قلبي انت. يا ابل هذا اني انا بيني وبينكم بعيدا عن الموضوع هذا. ولد ايش ذا قلب ازرق. تعالينا بالله يا هذا من الناس اللي اخذ العضو العبره ما قدم شيء في المنتجع قاعد يقدم. اخوي احمد اتفق معك اني انا كيكه. اتفق معك في الشغله هذه يوم انك اكلتني وعجبك طعمي. هذا الموضوع خالصي منه. حلو يا حجاب سيرتي يا الربع. اسمع انت متزاعل مع عيال عمك؟ متزاعل مع اخوك؟ لا. بينك وبين اختك شيء؟ لا. بينك وبين شيء؟ لا. ما بينك وبينهم شيء صح؟ ليه؟ مو ليه يعني شوف لو كان بينكم شيء لو كان بينكم شيء خرب القصة بادر بتدق عليهم صحيح. لومني ليه لومني تواصلوا مع الكاتمي رقم جواله 05 بلا شيء خلوني على صوب لا تواصلوا مع الكاتمي رقمه 999 هذا رقم علي كلثمي. بينك وبين اختك شيء يا احمد ما اسالك لا تجاوبني لا تكبني زي هذا لا تكبني زي بس انا اضرب فيك مثال. بينك وبين شيء بينك وبين اخوك شيء بينك وبين ذا شيء بين ام الريم. ام الريم اخت العوده الله يطول في عمرها. صفقه يا شباب لام الريم. انا مقصر في حقها والله. لا ما في هذه غلط هذه انا اوريك. مقصر شباب اي واحد مقصر في صلة الرحم يقول يمكن صار لي تقريبا الان سنه ونص ما شفتها. سنه ونص ما شفتها خاف الله يا احمد لان ما شاء الله زوجها مكان مكان هايت من ديره لديره مو هايت ويا خليهم يحجزوا لك معهم هذا تقصير منهم ما هو من قد شباب نقول يحجزولك معهم لدرجه انه يوم متى طلعت ذاك اليوم ابى اتذكر اسم بنتها واقسم بالله نسيت شباب قلت والله هذه انفصام شخصيه في البرنامج. لا اله الا الله. لحظه تذكر هي وش اسمها؟ تمت زوجها ابو ري ابو اطالع فيه اقول من يقول بنت اختي شو اسمها؟ سلامات يا الطيب والله. عبد الله انا اقترح عليك الشخص اللي ما يصل رحمه وما يذكر اسم بنت اخته نقوم نجلده عشان يكون عظه. عبد الله مصدوم ان الشخص اللي ما يصل رحمه يقوم ينجل. والله مو مني والله يا ويلي. عبد الله لازم يكون احمد. لازم يكون احمد. يلا قوموا يا شباب انا افضل هالشيء. متزاعل مع احد؟ اقول لك شغله بعد بادر خيركم من تعلم القران وعلمه. يدتي لا مو غلط مو بوقت غلط اي صح معليش عبود اصبر. يدتي ما اخت يد اخت يدتي من امي. الله ما كذا لا عادي ما عليك. اخت يدتي من امي ساكنه في الرياض. تزوجت قبل تقريبا اكثر من 40 سنه. 48 سنه ما شاء الله 40 سنه شفتها مرتين في حياتي واخر مره جاتني في عرسي يوم هذا ولا قبل ما شفتها. ان شاء الله بعد الاجتماع هذا تطلع بكره وتستاذن. خلي الثلاث الاف نقطه تروح. خلي المركز الاول يروح لان رايح عليكم رايح علي. ولد ارفع علومك. لا ارفع علومك. ما علومي مرفوعه فوق. علومي مرفوعه فوق. لا علومك في المسابقه يا طيب. ايوه في المسابقه. من حقك تنافسني. من حقك تنافسني. من حقك انك تجي انت تنافسني انا لاني ايش؟ الاول. انا الاول. احمد خير من انافسه والله. ابعد قلب. اي والله تشرب شيء هذا والله شباب صدقين بعض. علي عادي يبغى ينافس على الثاني. شباب يلا قفل. شباب ابغى قفل. لو سمحت يا علي ابغى قفل الموضوع. بس انا الثاني ابغى قفل الموضوع. علي رجاء شباب انا قفل الموضوع. جمعتكم عشان نتعب مو عشان صدقين يا مالكم تنافسون على المركز الاول. ها المركز الاول عندي ترى مشت معنا مع ابو كاتب مع ابو يارا. اذا قام يتكلم على المركز الاول يناظروني كذا يقول سعد كلثم ما راح اقول اسم يدتي عادي. اقول اسم شاحه. شاه ونعم والله احلى اسم اسامي. ابغى استعين فيك يا ابو الجود. استعين فيك بعد الله. اقول لك اسم عيالها. لا هدوء تكفى. وش اسمها؟ شاه. هدوء اسمي. شو اسمها؟ ايش اسمها بالله؟ والله تكلم شاه. احلى تحيه لاسم شاه. الله يسلمك يا خان. احس اني مدلع اليوم. ارجوكم واحد اختار بسرعه. هذا دلع موزع الاطراف. فواز اختار هنا هو الاسم يعني. بلف قولي وقف. عبد الله قولي وقف. وقف. لا ما انصحك حتى ما تغلط. الرجال ما يرد هوستو. بتشوف واخر عني. اجلس باي تضرب مين خلافه. اسف يا اخي احمد. انا اللي كنت مضرب حسيت يده هنا. احمد يا هذا الوقفه هنا كنت مضربني انا. عبد الله احمد بتكلم معك دقيقتين بس عشان الشباب. لان الشباب يلا روح حق سرور والله كبر. روح حق سعد كلثم سريع. ولا شو اسمه ابو كلثم حبيبي ابو الجود. استعين فيك شنو ابو كلثم. بعد الله استعين فيك يا احمد. سب
خيركم فيها سلام، عرفت خيركم من يبدا بالسلام او زي كذا صح؟ خيركم من يبدا بالسلام. تهاوشت حتى لو كنت كان هو الغلطان، انا وياك متهاوشين يا وليد، سواء كنت ولد عمي، سواء كنت اخوي، سواء كنت اختي، سواء كنت اي شخص. نعم تهاوشت انت اختي. عبد الله بما انك اطرحت هذه البادره، وليد الواحد قاعد عبد الله بما انك اطرحت هذه البادره فانا اول من يطبقها. يا بعد قلبي روح كلم ايوه مش هالمدرسة. ابي خذ يدي شمري. شكرا لك. خلني ابادر بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت شو حصلت؟ حسب بروح يكلم الله يهديك. صدقة صدقة يا جماعة بالله. انبسطت بيني وبينك ضمنت. شباب عبد الله عبود طلبتك يصفقوني. ها؟ تعال صفقوني. وليد الشمري عيوني انا اتكلم برضه زي قبل شوي اقول سواء كنت اخوي ولد عمي مدري مين، لو كنت انت الغلطان خيركم من بادر بالسلام او خيركم من بدأ بالسلام. بادر عندنا هنا في المنتجع اسف. اوكي. خيركم من بدأ بالسلام. اجي اسلم عليك، انا اللي باخذ الاجر. بعيدا عن المناقره اللي بيني وبينك، بعيدا عن الموضوع اللي بيني وبينك. هذا والصلاة والسلام على نبينا محمد. سمحت استاذ عبد الله. شاركتنا منكم يا شباب. استاذ عبد الله. وقصص. فوق ثلاث. فوق ثلاث ليال، فيهجر هذا ويهجر هذا، يعني هذه يتم مناحر وهذه تم شنو؟ مناحر. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. قم. سداح على جنب خايف. لو سمحت استاذ عبد الله، سعد قاعد يكتب ملاحظات في نقاط تخص الموضوع هذا. تخص ابشر بس سعد بس خلنا عشان نمر باليمين باليمين. اوكي حسب تقول لي يا ربع الحين في قصه تخص الموضوع هذا بعد اذنكم عشان نقفل على الموضوع بسرعه. ابو سعيد نبغى ناخذ منه العظه والعبره ويتكلم عن الموضوع. تفضل اخوي عبد العزيز الشراني. مشكوره صالح فاتك الاستماع بس اول درس يطبقه صالح اول ما ادش على المدرسه. تقول السلام عليكم. الله اكبر. عشان تعرفون ان درس عبد الله يوصل في كل المنتجع ولا جميع الاطراف. سبكيرات سبكيرات سبكيرات. وسمعني هناك. تفضل اخوي